حبك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني فيه عالم تاني، فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان، فيه الإنسان لسه إنسان، عايش للتاني. لو في كوكب تاني وبتاع ولقيته احسن مننا هروح عادي. لا مفيش. لا طبعا. والله يا ريت هيبقى انضف يعني. لا ما اعتقدش. الله اعلم، العلماء هم اللي يقولوا كده مش احنا. لا طبعا. لا طبعا. اكيد في. لما اجي اسافر هاخد المدام والاولاد معايا. اختار اسرتي طبعا. اكيد حبايبي كلهم. اخد ولادي كلهم واحفادي واخد كل حد بحبه يعني. هاخد معايا ماما واخد معايا كل الحاجات اللي بحبها. اخد ام وابويا ومراتي وعيالي وسافر. اخد معايا بابا وماما واخويا الصغير وحمامه. مين؟ الحمامه بتاعتي. اخد ماما واخواتي. اعز الناس ليا. اللي هتجوز ممكن. اخد معايا اختي اللي انا ماليش غيرها في الدنيا. مش هاخد معايا حد خالص. اخد معايا اصحابي واخد معايا بقى شنطه هدومي وفلوس واكل وشرب وكده. اخد معايا واحد صاحبي مثلا وحاجات لازمانا. اخد معايا القران الكريم، علبه الكشري، رز وطحينه، طاجن باللحمه وبالفراخ، علبه الكشري، الميك اب بتاعي، هدومي، اكسسواراتي، بس فلوس بوتاجاز يعني. ربنا جل شأنه لو شايف او عارف ان احنا ممكن نعيش على كوكب تاني كان خلقنا عليه. اتمناها احسن مننا بس هي اكيد مش كده. ممكن يبقى المناخ احلى، الدنيا احلى، الناس مفيش تلوث، مفيش ناس بتكذب على حد كده يعني، مش هتبقى حلوه زينا، هكون عايشين كويسه. لو بره مفيش اكسجين يبقى مش هقدر اعيش. بتمنى من ربنا انه يكون فوق ناس تحب بعض غير هنا، لان هنا مفيش حد بيحب حد. لو لقيت الحياه بقت كويسه ارجع تاني. لا مش هرجع. يمكن هرجع عشان اهلي. البس بدل الفضاء تاني وهسافر انزل على طول عشان اروح مارينا. ارجع اخد ابويا واجيب عشان الناس اللي انا بحبهم، قرايبي وعيلتي واهلي وناسي وبلا والعيله مفيش زيها في العالم.